بكم في هذا الفيديو المقدم من شركة ون فاينانشال ماركتس للحديث عن أهم ما يترقبه الاقتصاد الأوروبي خلال هذا الأسبوع، حيث سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي في جلسة يوم الأربعاء، وتشير التوقعات إلى استقرار المؤشر عند 1.6%. في حال القراءات أعلى من التوقعات، ذلك يعتبر إيجابي للاقتصاد الأوروبي، وذلك أيضا من شأنه أن يعزز مزيد من الارتفاعات لليورو. والجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية تنظر بتفاؤل إلى مستقبل منطقة اليورو الاقتصادي بفضل حملات التلقيح لفيروس كورونا التي تسير بالمسار الصحيح، وأيضا خطة الإنعاش الطموحة. ورفعت المفوضية الأوروبية بشكل كبير توقعاتها للنمو للفترة ما بين 2021 و2022 للدول 19 التي تعتمد على اليورو، وأيضا من المتوقع أن ينمو النشاط بنسبة 4.3% ثم 4.4% العام المقبل، مقارنة ب 3.8% لهاتين السنتين في آخر تقدير للفترة نفسها في خلال شهر فبراير الماضي. ومع ذلك لم يمر وباء فيروس كورونا من دون تداعيات، وكان له تأثير أيضا رأينا على أقساط منطقة اليورو زيادة الدين العام للحكومات، وحيث وصلت إلى مستوى ما يقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي في كل منطقة اليورو. طبعا هذا الشيء أثار مخاوف لدى رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، حيث أشار في التصريحات الأخيرة إلى أنه يجب تغيير إطار عمل الاتحاد الأوروبي وتغيير القواعد المالية للسيطرة على الديون المرتفعة. وقال أيضا أن الهدف يجب أن يكون هناك نظام يساعد في تعزيز النمو في منطقة اليورو، ويفضل التحول الرقمي والأخضر في أوروبا. بالنسبة لتحركات اليورو اليوم، نلاحظ مزيد من الارتفاعات، مواصلة سلسلة لأن الارتفاعات يتداول بالقرب من أعلى مستويات له في ما يقارب 5 أسابيع. هذا بالنسبة لأهم ما تترقبه الأسواق خلال هذا الأسبوع. شكرا للمتابعة، وانتظرونا في تقارير أخرى.